الدكتور طارق الطواري، وهو أستاذ في جامعة الكويت كلية الشريعة ونائب رئيس نقابة الأئمة والخطباء في الكويت. مرحبا دكتور طارق. أهلا وسهلا، حياك الله، تشرفنا وجودك اليوم. أهلا وسهلا. يا هلا. ببدأ معاك بسؤال مباشر، تفضل، وهو هل في الإسلام مؤسسة دينية؟ هل يمكن أن نطلق على يعني على الإسلام أنه يحتوي أو قابل لأن يحتوي على مؤسسة دينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين. الإسلام كمؤسسة دينية بالمعنى الكهنوتي، إنها مؤسسة مستقلة ومراقبة لكل تصرفات الناس، هذا لا يوجد في الإسلام. إنما في الإسلام، الإسلام هو تطبيق عملي واقعي لكل مجالات الحياة. فجاء الإسلام لا أن يحصر في مؤسسة دينية، وإنما جاء الإسلام لأن يتمثل في سياسة واقتصاد، أمن داخلي، أمن خارجي، تعاملات، هذا هو الإسلام. لكن في الحقيقة بعد الانقلابات التي حصلت وأقصي الإسلام، خاصة بعد سقوط الخلافة العثمانية واتفاقية سايس بيكو سان ريمو 1921، حصر الإسلام التقليدي بمؤسسات دينية. هذه المؤسسات الدينية بدأت تمارس نفس العمل الكهنوتي عند النصارى، أصبحت هذه المؤسسات فقط هي التي تتصدر للفتوى، فقط هذه المؤسسات هي التي تخرج الدعاة، فقط هذه المؤسسات هي التي تصدر الأحكام فيما يجوز أو لا يجوز. بينما في السابق كان الإسلام يمثل منهج حياة متكامل، ولذلك حصر الإسلام اليوم عندنا بكليات شرعية، حصر الدين عندنا بمساجد، مو بس هذا بل حصر بشعائر فقط. يعني الإسلام عندنا هو عبارة عن أذان، الإسلام عندنا عبارة عن مسجد، الإسلام عندنا عن قانون أحوال شخصية متعلق بزواج وطلاق وميراث وحضانة. أكثر من هذا أصبح خطأ وخطر أن يدخل الإسلام في هذه المجال. لذلك تسمع اليوم كثير من الناس يقولك لا دين في السياسة، من الخطأ إقحام الدين في السياسة. ما هو أصلا جاء الدين لكي يسوس الناس وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. لكن مع الأسف مع تباعد الزمن منذ سقوط الخلافة الإسلامية على مدى 1300 سنة كان الإسلام هو اللي يحكم والنظام الإسلامي هو القائم. بعد سقوط الخلافة الإسلامية الآن على مدى 60-70 سنة أصبح الإسلام هو عبارة عن طلاسم، وأصبح الإسلام هو عبارة عن طقوس دينية تؤدى. حتى القرآن اللي الله سبحانه وتعالى أنزل لكي يحكم بين الناس، وفيه أحكام شرعية، أحكام متعلقة بعبادات وعادات وقصاص وجنايات وإلى آخره، وكان نظام سياسي متكامل هذا الإسلام، اللي من خلال سياسة الإسلام تجب الزكاة، من خلال سياسة الإسلام تسير الجيوش، من خلال سياسة الإسلام تعقد معاهدات داخلية وخارجية. أصبح الإسلام الآن ملموم، لم الإسلام الآن وأصبح مجرد عبارة عن شوية طقوس، شوية عادات، شوية عبادات، حتى أن هذه الأنظمة ما تمس بها لأنها تمثل شعار الإسلام الظاهر، أذان، صلاة، مساجد، شيخ يسمونه درويش أو عيدروس يسمونه، يعني إنسان ملموم ولا يحق له أن يتجاوز الحدود التي رسمت له. هل يعني ذلك أن المؤسسات الدينية، إذا جاز التعبير أو جاز أن نطلق عليها مؤسسات دينية، تدخل في كل هذه المجالات أو تتدخل أو يكون لها رأي في المجال الاقتصادي وفي المجال الدولي وفي المجال السياسي؟ هو في الحقيقة المؤسسات الدينية أصبحت الآن جزء من كيانات الأنظمة، فلذلك أصبحت المؤسسات الدينية مؤسسات مسيسة، ما تستطيع أن من خلال أي مؤسسة دينية أن تخرج عن الأطر العامة التي رسمتها الدولة لهذه المؤسسة. ما في شيء اسمه استقلالية. إذا كانت مؤسسة تصرف رواتب موظفينها من قبل الدولة، إذا كانت المؤسسة يعين موظفينها سواء كانت هيئة إفتاء أو كان أزهر أو كان مشايخ أو كانت كلية شريعة أو أيا كانت، هذه المؤسسة الدينية أصبحت جزء من كيان النظام، ولذلك لا يمكن لها أن تخرج عن سياسات النظام، ولا يمكن أن تتحدث بأكثر ما يرسمه له النظام. وإذا خرجت عن هذا الإطار سرعان ما يعزل هؤلاء الأشخاص، ويتحول من الشيخ والمفتي والعالم إلى المدعو، ويتحول هذا الإنسان من الظهور الإعلامي إلى السجون، أقبية السجون، أو ربما يطرد وتشوه سمعته بأي طريقة كانت. لذلك وفي المقابل مع الأسف نجد هناك استقلالية كاملة لبعض المؤسسات الدينية. يعني إحنا المؤسسات الدينية السنية نوع من التضييق عليها، نوع من مصادرة الآراء فيها، نوع من التعيين المجحف لكثير من مشايخها. في المقابل المؤسسات الدينية الشيعية اللي تسمى الحوزات العلمية عندها نوع من الاستقلال، عندها نوع من الوقف، عندها نوع من الأموال، بل عندها نوع من القوة في الطرح لأنها مؤسسات مستقلة، الدولة لا تتدخل فيها، بل حتى أن الدولة تحترمها في آرائها. هذه المؤسسات الدينية لأن عندها استقلالية. فإحنا مع الأسف يعني أقدر أخلص وأقول لك أن مؤسساتنا الدينية اليوم هي بين الاستقلال والاستغلال، الاستغلال. أصبحت طيب. مستغلة يعني. قبل الحديث عن الاستقلال أنا ودي أفصل في موضوع الاستقلال، لكن في نموذج في الدولة العثمانية مثلا كان مفتي الدولة بمجرد أن يصبح مفتي دولة يتحول إلى الرجل الثاني في الدولة بعد الخليفة. شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية كانوا دائما يشعرون بأنهم أنداد للخليفة أو للحاكم، طيب، وكانوا يفتون خلاف رأيه، وهم يعلمون أن رأي
الحاكم يميل إلى هذه الجهة، ومع ذلك كان السلطان لا يعزل إلا بفتوى من شيخ الإسلام إذا انحرف عن تطبيق الأحكام. هل تطمح لمثل هذا النموذج أن يصبح هناك مفتي بهذه القوة؟ يعني هو طبعا هذا كله متعلق بالإسلام، وجود الإسلام. يعني لماذا لا يحترم عالم الدين؟ ولماذا لا تحترم المؤسسة الدينية؟ لأنها أقصيت وأصبحت أحد مؤسسات الدولة كمؤسسة جزئية. لكن إذا عاد الإسلام كشريعة وكواقع وكدستور وكنظام، هو من الطبيعي أن يكون العالم له الكلمة وله السلطة والدولة. يعني عندنا مثال غير الأمثلة، ذكرت أمثلة كثيرة، يمكن من أشهر الأمثلة الإمام النووي المشهور، محي الدين الإمام النووي، ورجل عالم وشافعي من العلماء المعروفين. الظاهر بيبرس لما انتقل إلى مصر إلى دمشق لقتال التتار، طلب فتوى كل العلماء اللي موجودين بالشام من أجل أن يؤيدون على قتال التتار، فكلهم أيدوا وطلب توقيع الإمام النووي. فلما أحضروا الإمام النووي عند الظاهر بيبرس، والظاهر معروف بسطوته وقوته وكان يشارك هو بنفسه في المعارك، فرفض الإمام النووي أن يوقع، فقال ليش ما توقع على البيان مع باقي العلماء؟ هذا دليل على أن العالم كان تأخذ كلمته. فقال بلغني أنك كنت مملوكا، فمن الله عليك بالملك، أصبحت ملك الآن، لكن بلغني أن عندك 1000 جارية، 1000 جارية تلبس هذه الجواري أطواق الذهب، وعندك 200 عبد، فاعتق ما عندك من عبيد وساهم ما عندك من فلوس، ابدأ في قصرك وأموالك وسياراتك، وبعدين اطلب من الرعية يدفعون. فقال أخرج عني، قال هذا الذي أرد. ثم طرده من دمشق، فراح سكن في 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 نوى، في مكان قريته، وبعدين قالوا له هذا من العلماء المعدودين فليرجع، قال لا أرجع لدمشق ما دام فيها الظاهر بيبرس. هذا أنت تتكلم عن 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 حكام يحكمون بالشريعة، وعن أناس يغزون ويجاهدون في سبيل الله. لكن أنا بعتقد في ظل وجود العالم الرباني اللي ينكر على الحاكم، أو على الأقل يناصح الحاكم ويبين له مدى الخطأ اللي عند الحاكم، أعتقد أن شوية البوصلة راح تتعدل. أسألك، هل عندنا في مجتمعاتنا العربية الخليجية الإسلامية يوجد هذا النموذج؟ هو عندنا أو يعني كيف تقيم الآن علاقة الحاكم أو العلماء، علماء الشريعة بالحاكم؟ عندنا إشكالية من جانبين. الجانب الأول، في علماء عندهم عزوف للذهاب إلى الحاكم أصلاً، أن في بعض الأحيان يعتقد أن مجرد حضوره هو مكسب للحاكم وليس مكسب لك، لأن راح تمنع من أن تقول ما تريد أصلاً. بروتوكول قبل لا تدخل على الحاكم راح يعلمونك قول كذي ولا تقول شيء. يعني إذا كان في واحد من الحكام اللي عزلوا في الثورة العربية الآن في تقارير تطلع لنا، كان ينبه على كل من يدخل عليه، لا أريد شيء اسمه قرآن، لا أريد شيء اسمه أحاديث، لا أريد شيء اسمه دين نهائيا. يعني يعطيك لسته الطلبات اللي لازم هذا ضمن البروتوكول قبل لا تدخل عليه. فانا دخولي عليه حقيقه نوع من وصمه العار لي انا، لان انا ادخل عشان اطبل واصفق وانبطح، هذا مو صحيح. هذا في جزء اخر، مشكله اخرى، ان هم ما يرغبون اصلا. يعني سبب تاثير كثير من العلماء على الخلفاء، سواء كان خلفاء بني اميه او العباس او غيرهم، هو ان هؤلاء الخلفاء كانوا يطلبون العالم، وكان مهم عندهم رأي العالم. وذلك مثلا على سبيل المثال أبو جعفر المنصور على سفك الدماء اللي كان يفعلها، لكن كان يقف عند آراء العلماء. ومن أشهر الحوادث لما خرج على أهل الموصل فأراد قتل أهل الموصل، فاجتمع في العلماء من ضمن العلماء الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقال إنهم نقضوا العهد ونقضوا الشرط، فليس لهم إلا السيف، فما تقولون؟ فاعترض على الإمام أبو حنيفة، قال لا نعرف إعمال السيف إلا في 3: الثيب الزاني، القاتل النفس بالنفس، أو المفارق لدينه، المفارق للجماعة، تارك الدين المفارق للجماعة، غير هذا فما لك عليه السلطان. فوجود الخلفاء كان يأخذون ويستأنسون بآراء العلماء، يأخذون برأي الإمام مالك، رأي الإمام الأوزاعي، رأي أبو حازم وغيره. لكن الآن من يأخذ برأي العالم؟ هو أصلا ما يبي العالم، أصلا ما يبي قابله، ولا يرغب بالدخول إليه، ولا يدخلونك حتى عنده. وإذا دخلوك عنده فتكون أنت مكسب له، بالنسبة له أنه والله قابل مجموعة من المشايخ وقابل مجموعة من العلماء وطبلوا لزام الله خير وما قصروا وطلعوا. فإحنا عندنا إشكالية حقيقية أن اليوم هيئات الحكم أو القصور نفسها لا ترغب بدخول العلماء كنصيحة أو كموعظة بشكل مباشر. شنو هي العلاقة اللي تراها أنها نموذجية بين الحاكم وبين العالم؟ احترام المتبادل، نصيحة صادقة. يعني العالم من ناحية على أن يحترم هذا الحاكم ويقدره ويقدر مسؤوليته، أنه الله تعالى ولاه مسؤولية عظيمة، وعليه أن يشد من أزره وينصحه، وفي المقابل لا يجامل، ينصح. ونحن لا ندعو إلى النصح علاني أو التشهير فيه أو الكلام أو سبه، لا. لو حصل لك أن تتسلل إلى قلبه وأن تجلس معه وأن تناصحه وتبين له، ما في مانع. لكن الإشكالية أن أحيانا الفساد داخل القصور. يعني في قصة مشهورة لعالم من علماء القيروان مشهور، عبد الله بن أبي أنعم المعافري، وهو قاضي القيروان. وعبد الله بن أبي أنعم المعافري كان صاحب لأبي جعفر المنصور أيام طلب العلم، وبالمناسبة وجعفر المنصور ترى من العلماء كان. فاجتمع، رحل من القيروان إلى بغداد علشان يبلغ جور العمال والظلم.
فمكث في بغداد شهر يراقب الوضع فيه حتى دخل على أبي جعفر المنصور، فقال لأبو جعفر المنصور: وما أتى بك يا عبد الله بن أبي أنعم؟ قال: يا أمير المؤمنين، ظننت أن بعد المسافة بيني وبينك أنا في القيروان في تونس تمنع عنك أن تصلك أخبار جور الولاة وغيرها، لكنني كلما اقتربت من قصرك وجدت أن الجور في قصرك. يا أمير المؤمنين، إن الظلم يخرج من قصرك. وهي المشكلة، أن لما يكون السلطان ظالم، إذا كل اللي يعملون مع السلطان بيصيرون ظلمة مثله. إذا كان السلطان مرتشي، العاملين مع السلطان مرتشين، إذا زوجات السلطان راح يصيرون سلطانات، الخدم اللي عنده السلطان راح يصيرون جائرين، الوزير اللي عين السلطان راح يصير مرتشي، وكلاء الوزارة بيصيرون مرتشين. فإذا المشكلة هو فوق داخل. فإذا كان السلطان هو لا يعدل، إذا كان الظلم يخرج من قصره، إذا كان اللي في قصر السلطان وهم جائرين، من الطبيعي أن ينسحب هذا على كل الرعية فيما بعد. ذلك كلمة عبد الله بن أبي أنعم كلمة جيدة، قال: كنت أظن أن بعد البلاد عنك يعني لا تبلوك فتجعلك لا تعلم، فكلما دنوت منك عظم الأمر حتى علمت أن الجور يخرج من قصرك يا أمير. الخلل فيك يعني وفي اللي حواليك. مشكلة حقيقة. أنت أشرت إلى بشكل سريع دكتور طارق على قضية النصح بالسر، هل هو النصيحة بالسر هي الصيغة الوحيدة للعلاقة بين العالم والحاكم؟ لا، هو في نصيحة في السر وفي نصيحة في العلن. العلماء يقول: إذا كان الخطأ معلن فإنه ينكر عليه علانية، وقد أنكر على عمر الخطاب، وأنكر على عثمان بن عفان، وأنكر ابن عمر على الحجاج بن يوسف الثقفي علنا أمام الناس، قال: يا عدو الله قتلت أولياء الله واستحللت، إلى آخره. وأنكر الشيخ أبو بكر النابلسي على قطز وعلى غيره علانية أمام الناس، وقال على المعتز الفاطمي على المعتز الفاطمي، وقال: يا أبا بكر، سمعنا أنك تقول لو كان عندك 10 أسهم لم رميت النصارى ب9 ولا رميتني ب1. قال: أخطأ من قال لك ذلك، لو كان عندي 10 أسهم لرميتك ب9 ورميت النصارى ب1، لقد قتلت وعدد له مساوئك كلها. فأحيانا يكون النصح علينا لأن الخطأ هو معلن ومجاهر به، وأحيانا يكون النصح سرا إذا كان شيء خاص فيه هو، شيء يعني خاص معاصي فردية مثلا، أي معاصي الفردية، أشياء التي يعملها هو فيه. وكلما رأيت أنت أن النصيحة لها أثر فعلها. إن رأيت أن النصيحة أثر بالشكل المباشر والدخول المباشر والمراسلة والمخاطبة افعل هذا، لأن إحنا في النهاية قصد مو الفضيحة، إحنا في النهاية قصد أن نؤدي الرسالة، إحنا نبي الرسالة تصل، إحنا نبي هذا الإنسان يستقيم. في بعض الأحيان إحنا قد نلتمس العذر، نقول والله هذا المسؤول أو هذا الحاكم ما يدري. في بعض الأحيان نقول والله لو يعلم لغير. إحنا ما عندنا مشكلة، خلنا نصل إليه، القصد هو إيصال الرسالة. قصد أنك تبي توصل له عن طريقة، عن طريق رسالة، عن طريق مخاطبة، عن طريق اتصال، عن طريق مقابلة شخصية، المهم أننا نصل في النهاية إلى تحقيق رسالة. طيب دكتور، علاقة الحاكم بالفتوى، هل يجوز للحاكم أن يحدد جهة معينة للفتوى هي التي تصدر الفتوى يعني، وتكون هناك جهة معتمدة لا تقبل الفتوى إلا من هذه الجهة؟ إحنا نقول يجوز لأن يحدد إذا كانت جهة الإفتاء مستقلة، يعني إذا كانت جهة الإفتاء جهة مستقلة لا تتأثر بسياسات الحاكم ولا تتأثر بتوجهات الحاكم، لا مانع، هذا نوع من التنظيم الإداري. إنه والله يقول إن الفتوى توكل إلى فلان وفلان وفلان من الناس بشرط أنه لا يتصرف ولا يتحكم فيها. كان الأزهر في فترة من الفترات هو الذي يصدر الفتوى في العالم الإسلامي، لأن الأزهر له استقلالية تامة. كان هناك أوقاف للأزهر الشريف، وهذه الأوقاف تدر أموال على مدارس الأزهر وطلاب الأزهر ومشايخ الأزهر والإفتاء في الأزهر. فلذلك كان عالم الأزهر لا يلتفت في أي حين من الأحيان إلى الحاكم، لا أنه يوظفه ولا أنه يقطع عنه، لكن كان نوع من الترتيب الإداري أن الفتوى لا تخرج إلا من الأزهر. لكن لما جاء جمال عبد الناصر وصادر جميع أمم جميع أموال الوقف الأزهري وحولها إلى الدولة، تحول الأزهر وموظفي الأزهر إلى موظفين. فلذلك في كثير من الأحيان يجب أنك أنت تلتفت إلى ما يريد الحاكم، وتكون فتواك متوافقة ومتناسقة مع السياسة العامة للحاكم، وإلا سيضطر الحاكم أن يعزلك ويعين غيرك. لذلك يمكن أصغر ضابط أحيان اللي يعمل في أي قسم من الأقسام ممكن يشيلك وأنت مفتي ويحط غيرك، فلا تعين إلا بتقرير أمني وتنشال بتقرير أمني إلى آخره. عبارة عن موظف صغير يعني. ولذلك أنا ضد فكرة أن هناك استقلالية، ما في استقلالية أصلا. يعني حاليا ما في استقلالية، لأن هناك التنظيم الإداري أدخل يعني لا استقلالية قضائية ولا استقلالية في الفتوى ولا غيرها، لأن أنت في النهاية أنت موظف في الجهة التنفيذية، والجهة التنفيذية تصرف عليك وتصدر مراسيم بتعيينك وتصدر مراسيم بعزلك أصلا. فلذلك لا يوجد استقلالية. نحن نؤمن بأن الترتيب الإداري لا بأس به، لكن يجب أن يكون هناك استقلالية تامة، لا أحد يتدخل حتى في التعيين. حتى في التعيين؟ مو هاي المشكلة في التعيين. يعني سبب الانتخاب مثلاً بين العلماء يعني ينتخبون يعني هؤلاء العلماء عندهم سلم، هؤلاء العلماء يترقى الإنسان في هذا السلم التعليمي حتى يصل إلى درجة. حين الحوزات العلمية الشيعية من يتدخل فيها؟ يعين؟ ما حد يعين.
حوزات العلمية الشيعية، ترقى الإنسان في السلم التعليمي حتى يصل إلى مكانة ومرتبة عالية ثم ينصب كمفتي وتكون فتوى معتبرة ومحترمة والدولة تلتزم وتحترم هذه الفتوى وعندها استقلالية، لأن ما يمد إيده للدولة ولا الدولة تعطي، عند الخمس ماله وعندها استقلالية. إحنا نطمح في الإفتاء أن يكون إفتاء مستقل، استقلال تام وله إيراداته التامة وله موظفين المعينين عن طريق هذه الوقف اللي موجود، ولا يتدخل، واللي فيه علماء والعالم بطبيعة الحال يقدر سياسات الدولة ويقدر المصالح والمفاسد، مو إنسان طائش راح يتصادم مع الدولة، وإنما هو يقدر الحلال والحرام، على الأقل إلى حد ما يوقف هذا المد الهادر من الفساد اللي الكل قاعد يجامل فيه. يعني لا مفتي قادر يفتي، أحيانا تدخل فتوى تقول لهم يا جماعة افتوا، يقول لك والله ما ندري يعني ايش نسوي، انت شايف الوضع، ما انت قاعد تفتي معناته قاعد تصادمني مع من سن وشرع، مع اللي عيني. وذلك في قصة ترى مشهورة تنقل عن الخديوي اسماعيل، ذكرها العلماء. الخديوي اسماعيل دخل في حروب مع الحبشة، وفي كل حروبه كان يهزم، كانت مشاكل عليه، فاستدعى شيخ الأزهر ذاك الوقت الإمام العروسي، فقال له يا شيخ جرت العادة أن إذا هزمنا في المعارك نقرأ صحيح البخاري فينصرنا الله، هل استدعيت لي علماء الأزهر حتى يقرأوا لي صحيح البخاري؟ فقام الشيخ العروسي استدعى علماء الأزهر فقال اقرأوا لنا صحيح البخاري كامل، فحضر مجموعة من العلماء وقرأوا صحيح البخاري على أيام يقرأونا، توالت الهزائم ما انتصر خديوي، فأخذ الإمام العروسي فراح معه إلى الأزهر، فدخل على الأزهر قال شوف اسمعوا، إما أنكم لا تقرؤون البخاري، هذا مو بخاري، ولا أنتم مو علماء. فسكت الجميع، خديوي عالم، فقام لواحد من مشايخ العلماء في استقلالية أنت مستقل، فقال له إنما البلاء منك يا سيدي، قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. يقول الخديوي، فكأنه قاعد يقول حق الخديوي أنت من الشرار يعني. فانتفخ الخديوي والمشايخ أنكروا عليه وسحب نفسه وطلع، فكل المشايخ والعلماء أنكروا، قال أنت تودينا بداهية يا شيخ، قال والله هذا قول النبي، أنا ما الله يسلط علينا شرارنا فيدعو الخيار فلا يستجاب لنا. بعد مدة جاء الشيخ العروسي فقال له سيدنا الخديوي عاوزك تعال معايا، فأخذ إلى القصر ودخله، والخديوي قاعد في الحديقة وفي الردهة، فقال له يا أستاذ أعد علي ما قلت، فقال روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. قال طيب وإحنا عملنا إيه اللي عملنا؟ قال يا سيدي الزنا برخصة والربا برخصة والخمر برخصة، هذا مجمع على تحريمه وانت رخصته سويت تراخيصه وسمحته، والعلماء لا حول لهم ولا قوة، إيش نعمل طيب؟ فلماذا تلوم العلماء؟ لوم نفسك أنت اللي رخص لهم. قال هذه مخالطة الأجانب هم اللي عاوزين كده. فالشاهد حقيقة أن العالم إذا كان عنده قوة عنده استقلالية على الأقل إبراء للذمة يقدر يتكلم ويقدر يقول هذا حلال وهذا حرام. هل تعتقد بأن السلطات في البلاد العربية ممكن تقبل بهذا النموذج من لا ما تقبل، لا ما تقبل. هو شوف حقيقة هم يستخدمون الدين كأفيون للشعوب للتخدير، هو الآن في كثير من الأحيان يهمش الدين ويهمش العلماء ولا يلتفت لهم إلا إذا احتاجوهم. فلما احتاجوا الآن إلى 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 عالم الشريعة عشان يقول والله هذا ولي أمر، يطلع لك طلعوا لك واحد يقول لك هذا ولي أمر عليه السمع والطاعة واسمعوا وأطيعوا ولا تؤمر عليكم عبد الحبشي إلى آخره. طيب ماشي ما يخالف، هذا العالم اللي يقول احنا ما قبلنا، خليه يتكلم مرة ثانية يقول الربا حرام والزنا حرام وهذا اللي قاعد يفعله الحاكم حرام وهذا لا يجوز وهذا التشريع يجوز، خليه يقول نفس الكلام، خليه يعيد هو نفس الكلام. لكن حقيقة يستخدم الشعور، يستخدم الدين ويستخدم علماء الدين كأداة تستخدم للإسكات. فعلا المؤسسات الدينية والشخصيات على الأقل الدينية الرسمية التي في الوظائف العليا هي مجيرة أو مستخدمة؟ هي ما أستطيع أن أطعن في الأشخاص، لكنها لها حدود معينة لا تتجاوزها، قطعا لها حدود معينة لا تتجاوزها، ومن يتجاوز يتحول إلى مدعو وربما يغيب أو يطرد أو يفصل. ما تستطيع هذه المؤسسات الدينية أن ما أقول تتصادم، أن تتجاوز ما حد لها، ولذلك هي لا تفتي إلا بالسؤال اللي جاينا، والسؤال لا يدخل حتى يفلتر. ولذلك حتى لما تجلس مع بعض العلماء الكبار تقول له في مشكلة، قال ما جاءنا السؤال. طيب ها ما واقع أمة أنت أخرج فيه بيان، واقع أمة الآن قاعد تذبح، واقع أمة قاعد تقتل، واقع وناس قاعد ينقلبون، واقع وناس قاعد يفعلون، تكلم يا أخي. قال والله ما طرح علينا السؤال، إحنا نلزم بالأسئلة التي تطرح علينا. فالسؤال قبل لا يدخل هو يفلتر السؤال، ولا يوزع ولا يعطى السؤال المحدد الذي يفيد هذا الواقع الأليم. فأنا قناعة تامة أن اليوم مؤسسات الدينية مؤسسات لها حدود معينة، مؤسسات لا تتجاوز خطوط معينة، ومن يتجاوز هذه الخطوط المعينة فإنه يجنب أصلا. إضافة لذلك أن لا يعين إلا إنسان معروف توجهه أصلا، يعني ما يعين فيها المؤسسة، المؤسسة الدينية هي جزء من السلطة التنفيذية، موظفين لهم رواتب ولهم درجات. وصح مع احترامنا وتقديرنا لكل العلماء وفيهم علماء فضلاء، لكن يبقى لحد معين لا يستطيع أن يتجاوزه.
سؤال، هذا النموذج من العالم أو هذا النموذج من هذه الظاهرة أن العالم يصبح عند الدولة ويعمل لديها، هل هو نموذج طارئ علينا؟ يعني في السابق في الأيام دول الخلافة على الأقل الأموية والعباسية والعثمانية، ألم يكن هذا موجود؟ يعني منصب المفتي أول من عينه أظن في عام 828 في الدولة العثمانية سلطان مراد الثاني على ما أذكر. طيب يعني أول شيء هذا بشكل مؤسسي رسمي، لكن قبله كان هناك قاضي القضاة وكان في، الآن هؤلاء العلماء أو بهذا النموذج أليس له سلف السابق؟ لا، شوف، هو وجود مؤسسات دينية يحصر الإفتاء فيها هذا ما كان موجود سابقا. يعني يوجد قاضي وبعض القضاة صح يكون تم تعيينهم، وبعض القضاة قد يكون قاضي مرتشي ولا قاضي ظالم. وعندنا يمكن نموذج من أيام عمر بن عبد العزيز، يعني من أيام عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة عزل واحد من أكبر القضاة المشهورين فقال لعمر الخطاب: يا أمير المؤمنين، ما وليت القضاء في عهد الحجاج إلا شهرا، فقال: ما أبقاك الحجاج شهرا إلا وهو راض عنك. فإحنا صحيح عندنا قضاة، أو قضاة كانوا مسيسين مجيرين، الحاكم يعينهم بمراسيم من أول ما يعين وكيل نيابة إلى أن ينتهي في السلم القضائي، يعني الحاكم يحطهم أصلا وعارف توجهاتهم ليخدموا توجه معين. لكن حصر الإفتاء بجهة معينة لا يفتي إلا هذه الجهة ولا يبرز للناس كعلماء إلا هذه الجهة، هذا ما كان موجود في العصر الإسلامي. يعني كان هناك مدارس فكرية وكان هناك علماء غير علماء السلاطين معروفين باستقلاليتهم بالفتوى، الإمام الأوزاعي، الإمام سفيان، أبو حازم، عبد الله بن طاووس، هذول مشهورين بأقوالهم، مالك بن دينار وغيرهم، الشيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، العز بن عبد السلام. يعني هذا كم هائل من العلماء معروفين باستقلاليتهم ومكانتهم، ولا يلزم الحاكم في ذلك الوقت مجموعة معينة أنه لا يخرج الإفتاء إلا من هذه المجموعة. قضاء نعم يوجد قضاء مسيس من القديم. يعني طيب احنا عندنا تقرير، بس قبل التقرير في سؤال، وهو أن أين يجب أن تقف المؤسسة الدينية؟ يعني أنت تكلمت عنها دكتور بطريقة شمولية، طيب هل لها حدود نقول هني تقف المؤسسة الدينية ولا تتدخل حتى لو كانت مستقلة؟ يعني لا، هو شوف، المؤسسة الدينية لو كانت مستقلة المفترض أن تتكلم في كل شؤون الحياة، لأن الدين جاء لا ليحصر بجهة معينة. يعني مش صحيح أنك أنت تقول المؤسسة الدينية لا تتكلم إلا في الحيض والنفاس والطهارة والحلال والحرام، مو صحيح هذا. مو صحيح أن المؤسسة الدينية لا تتكلم بحرمة الدماء اللي قاعد تسيل. شو مؤسسة دينية؟ أنا دماء قاعد تسيل في كل أنحاء العالم الإسلامي، يطلع لي واحد مسؤول في مؤسسة دينية يتكلم عن زهد الحسن البصري ولا زهد سفيان الثوري؟ هذا كلام، هذا العالم قاعد تموت وقاعد تقتل، أنت استحي كعالم تكلم في حرمة الدماء على الأقل. أنا ما أقول لك أنت اجنح إلى جانب أو إلى جهة دون جهة، ولا أقول لك أنت جير الفتوى إلى مجموعة دون مجموعة، لكن على الأقل لابد أن تنزل إلى واقع الأمة وإلى الشارع. ليش الناس كرهت الدين؟ ليش الناس كرهت العلماء؟ ليش الناس تجاوزت مرحلة الإفتاء؟ لأن أصبح المفتي الآن هو ريموت كنترول يمشونه، والله تكلم الآن، عندنا قضايا، عندنا دماء، عندنا انقلابات، عندنا ثورة عربية، عندنا واقع أليم. طيب أنت تتكلم عن رأي الدين، ما قلت لك لا، أنا ما قلت لك اجنح إلى جانب، تكلم عن حرمة الدماء، تكلم عن هذا البلاء وتصبير الناس، تكلم عن التوجيه الشرعي، شلون توجه الناس التوجيه الشرعي في هذا، في هذه المحن. هل تروح تجنحني تقول لي زود سفيان الثوري والحسن البصري وتتكلم في قضايا ويل العالم وين انت وين؟ هل تلمس ردة فعل سلبية من الناس؟ هو الناس تجاوز تجاه الفتاوى، الناس تجاوز العلماء مع الأسف. يعني اليوم كثير من الأحيان في هذه الثورات العربية وغيرهم، الناس صار عندهم موقف سلبي تجاه العلماء. يعني يقول لك أي علماء، أي فتوى، أي الناس، الناس قاعد تنذبح في الشوارع، الناس قاعد تقتل، الناس قاعد ترمى في أقبية السجون، قاعد تهتك أعراض، مصائب كبيرة قاعد تقع. شوف الآن واقع الناس في سوريا، واقع الناس في الدول العربية، وينكم أنتم كعلماء؟ يا أخي صبرونا على الأقل، قولونا الآيات الأحاديث، ثبتونا، تكلموا عن هؤلاء اللي قاعد يسيلون الدماء، لا تجنحون إلى جانب أو تتغافلون هذا الواقع وتقول والله يعني هذه مشاكل داخلية إحنا ما تدخل. شيء مشاكل داخلية العالم، إذا ما كان العالم يواكب الأمة وينزل معها في، يعني بالمناسبة شيخ الإسلام تيمية مشهور، عن شيخ الإسلام تيمية أنه كان يدخل على الحاكم ليرفع الظلامة عن الناس، واشتهر عن شيخ الإسلام تيمية أنه دخل على أحد أمراء المغول والتتار فقال له الأمير التتري، قال له: يا ابن تيمية، يا أيها العالم الزاهد، لو كنت في بيتك لأتيناك. فقال: قد كان موسى وهو أتقى مني أو أفضل عند الله مني يدخل كل يوم 3 مرات على فرعون وهو أشر منك. فأنا العالم المفترض أنه يروح يتكلم وينصح وينزل في واقع الأمة ويشوف مشاكلهم. الإمام أبو حامد الغزالي في الرسائل اللي كتبت بالفارس، ترجمها الشيخ أبو الأعلى الندوي رحمه الله، في أحد رسائله، رسائل أبو حامد الغزالي، كتب إلى أمير خراسان الأمير سنجر السلجوقي، قال: كيف تفرض على المسلمين الضرائب والمكوس وخيلك مثقلة بالذهب وجواريك مثقلة بالذهب؟ اتق الله في ذلك. يعني هذا إذا العالم ما يتكلم عن هالناس هذول،
المساكين ومشاكلهم، من يتكلم؟ اليوم أنا إذا ما أتكلم أنا عن واقع الأمة ومشاكل الناس واقعهم اللي يعانون منه، أنا ناس ما تضع لك احترام، حتى ما تضع احترام للعلم الشرعي اللي تحمله أنت. لازم أنك تنزل واقع الناس، شوف واقعهم، مو بس واقع الناس اللي قاعد يعيشون برا يعني في المشاكل، حتى واقع هني في بلدنا لازم أتكلم عن واقع الوافدين والظلام اللي قاعد تقع عليهم. أتكلم في واقع أي إنسان كان. جميل. لازم أرفع أنا ظلامته إلى المسؤول إذا كان عندي سلطة وإذا كان عندي مكانة. مو معقول أني أنا غض الطرف وأتجاهل وبعدين أقول والله ليش الناس ما تحترم الدين، ليش الناس ما تحترم العالم. ما أنت يا أخي ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. أنت المفترض أنك تنزل الشارع وشوف واقع الناس، ما أنك تختبئ تخبي رأسك وتجلس طول حياتك تطبل. وأنا الله يطول عمره، الله يطول عمره، ماشي يطول عمره، لكن أنت أنصح يطول عمر الناس بعد. يعني هل ترى العلماء يتحملون مسؤولية هذا؟ والله أنا أقول العالم إذا ما يتحمل مسؤولية خليه يترك العلم أحسن له. لأن الله تعالى أخذ على أهل العلم العهد والميثاق على أنهم ينصحوا وأنهم يبينوا ولا يكتموا. في الحقيقة من قرأ سيرة السلف الصالح إن الله تعالى خلد ذكرهم ووضع لهم مكانة عالية بالمناصح. بعدين كانوا ينصحون، ترى حكام كانوا يقتلون يعني ما يجاملون في القتل، يعني كان عندهم القتل مثل شرب الماء. وهذا مشهور عن مناصحة الإمام الأوزاعي لأبي العباس السفاح لما دخل عليه، وكانت قصة مشهورة يعني، حتى أنه كان يقول أبو العباس السفاح من ينكر علينا هذه الدماء التي أسلناها والأموال التي أخذناها؟ فقالوا لا ينكر عليك للأوزاعي. فاستدعى الإمام الأوزاعي فلبس كفن ودخل عليه، فقال أنت عبد الرحمن الأوزاعي؟ قال يقول الناس ذلك. قال ما تقول في الأموال التي أكلناها والدماء التي أسلناها؟ قال بلغني فلان عن فلان عن جدك عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث، وذكر له الثلاث. فانتفض أبو العباس السفاح من قوله، وكل من لم ملابسه خاف إن يطير رأسه. وهذا حقيقة كله بسبب عفة العلماء وشجاعة العلماء ومواقفهم المشرفة. الدكتور ناخذ الفاصل ثم نرجع، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا بكم من جديد، ومعي الدكتور طارق الطواري، أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ونائب رئيس نقابة الأئمة والخطباء. مرحبا بك مرة ثانية دكتور. دكتور أحيانا يعني الفتاوى تصل إلى حد من الخطورة، يعني تكون تصل إلى حد الدماء. ولما نقول الدماء مو المقصود فيها القصاص أو الحدود الشرعية، إنما الدماء تصل في قضايا سياسية، بمعنى أنها تستعمل الفتوى أو فتوى المفتي من أجل سفك دماء الخصوم السياسيين. أنا بعتقد أن ما في أفضل مثال عما ما يجري في مصر اليوم. اسمح لي إذا تجاوزت قليل، لكن ما يجري في مصر اليوم هو مثال حي، فتوى الشيخ علي جمعة وأحمد الطيب. مع الأسف يعني أنا الشيخ علي جمعة رجل عالم وأحمد الطيب رجل عالم، لكن أنا لا أفهم شلون إنسان عالم وحقيقي يعني حصلنا لقاءات معه في الكويت في مؤتمرات وتصاحبنا في بعض المؤتمرات لكن أنا ما أفهم شلون إنسان تصل فيه الجرأة أن يجيز الإفتاء بقتل الناس. يعني لا يزال أحدكم في سعة من أمره ما لم يصب دما حراما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. أنا ما أدري شلون إنسان يصل إلى هذه المرحلة، يعني على الأقل قل والله فتنة، قل إذا قتلوكم اقتلهم، قل إذا مثل الخوارج إن نكف عنكم ما كففتم عنا كما قال لهم علي رضي الله عنه. لكنك أنت تفتي بأن المتظاهرين والخارجين اليوم هم خارجين عن النظام، وهؤلاء كلاب النار، وهؤلاء يجوز قتلهم والتقرب إلى الله تعالى، فمن قتل منهم دخل النار ومن قتل منكم دخل الجنة وهو شهيد. أنا أعتقد أن هذا تجير للفتوى وتحريض في ثوب فتوى، يعني لا أكثر من تحريض، هذا مو تحريض، هذا قتل. هذا يعني يعني هؤلاء شركاء في الجريمة، هذا شريك في الجريمة. يعني هذا مع الأسف يعني أصبح وصمة عار على العلماء أن ينسب، مع الأسف أنا أقول مع الأسف، واحد يحمل العلم مثل هؤلاء المشايخ ويفتون بحل قتل هؤلاء الناس وحل دماء، وسيتحملون أمام الله، والله يتحملون أمام الله كل قطرة دم أسيلت يتحمل هؤلاء العالم، لأن هذا الذي حرضهم وعطاهم الغطاء الشرعي. ولو كان إنسان ما عنده غطاء شرعي، لكن لو كان يقتل افترضنا، لكن أنت أعطيت الغطاء الشرعي لأجل يقتل. شو وبالمناسبة في فتوى ابن عباس رضي الله عنه ذكرها ابن القيم في إعلام موقعين، يقول ابن عباس دخل، شفت يعني كيف حرص العلماء ابتعادهم عن إسالة الدماء بأي طريقة كانت. يقول دخل طلاب ابن عباس، عطاء كان موجود عنده وعكرمه، يقول فدخل علينا رجل رأى ابن عباس في وجهه الشر، فقال ابن عباس ما تقول في رجل قتل رجلا؟ فقال هو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا لو قتل إنسان متعمد، وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. مشى الرجل، فالطلاب طلاب ابن عباس عطاء وعكرمة وغيره قالوا يا ابن عباس كنت تقول لنا أنها نسخت بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أي ذنب دون الشرك معرض للمغفرة،
إلا الشرك الله ما يغفر، من مات مشرك الله ما يغفر، لكن دون الشرك حتى القتل ممكن الله يغفر. قال قد رأيت القتل في عيني. عجيب. شفت أن الرجل ناوي يقتل فيبي يتلحف في فتواي أن والله أنا ما دام أني أقتل الله ممكن يغفر لي، لأنها دون دون المخلد في النار. فالحق واحد من طلاب ابن عباس فذهب إليه فسأله قال ما كنت تريد أن تفعل؟ قال والله قد حجزتني فتوى ابن عباس عن القتل، كنت هام بروح أقتل لي واحد، لكن ابن عباس لما قال لي خالدا مخلدا فيها أبدا ونار جهنم لا 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 كف عني. لذلك شوف العلماء كانوا حريصين مع أن المسألة فيها، لكن مع هذا أدخل الزجر على نفس هذا الإنسان حتى لا يقع في موضوع القتل. مو أنا أروح أجتمع مع الجيش والشرطة وأقول لهم والله يا جماعة اقتلوا ومن مات منكم شهيدا ومن قتل منهم دخل النار، هؤلاء كلاب النار، هؤلاء كلام. يعني مع الأسف يعني العالم ترى غير موضوع الفتوى، عنده ورع، عنده خوف من الله، عنده النظر إلى مصالح الأمة، ينظر إلى المصالح والمفاسد. يعني هذول الناس اللي قتلوا ما عندهم أهل، ما عندهم أولاد، ما عندهم نساء، ما عندهم. وفي المقابل كذلك ما نرضى لأحد أن يقتل، لا من الشعب ولا من الشرطة أيا كان. يعني هذا دور العالم، هو أن يحقن الدماء، دور العالم هو أن يمتص غضب الناس، دور العالم أن يقف مع المظلوم، دور مو دور العالم أن يحرض واحد على واحد يقول روح اقتل روح. إذن هني الفتوى يعني نقدر نقول عنها أنها سلاح خطير في يد، يعني يجب أن تكون توضع في يد أمينة. هو شوف من قديم المستعمر كان يقول أن خطين ممكن أنت تثير الشعوب فيه، الدين والنساء. يعني متى ما دخلت إلى الناس من باب النساء وأعراضهم ممكن تثور عليك الشعوب، متى ما دخلت عليهم أنت من جانب دينهم تثور عليك الشعوب. ولذلك عندهم تقرير، أنا قرأت بعض التقارير على أن أفضل من يعيننا على تخدير الشعوب هو العالم الذي يستطيع أن يكيف الآيات الشرعية لصالحنا، مو العالم اللي ينزوي ويعيش الحالة، ولا العالم اللي ممكن إنه يبتعد عنه. العالم اللي عنده قدرة على تكييف الآيات وتكييف الأحاديث بحيث أنها تخدمنا وتخدم مصالحنا إحنا، هذا أفضل ناس. ولذلك اخترع الإنجليز القاديانية، قاديانية غلام أحمد القادياني كان يدعم من الإنجليز وبدعم قوي، على أساس أنه كان يحط الآيات والأحاديث أن هذا حاكم متغلب في الهند ولا يجوز قتاله ولا الخروج عليه، فمن خرج عليه فهو خوارج. وحتى بريمر اللي حكم في العراق طلعت لنا فتاوى من مجموعة من الناس على أنه ولي أمر وحاكم متغلب. هذه الصناعة، صناعة تدجين الفتوى وتدجين الناس، هذا ما يريده المستعمر. يريد أن الفتوى الدينية تكيف إلى ما يخدم مصلحته، إلى أن أنا أصير الجهاد هو عبارة عن ثورة، والجهاد هو عبارة عن خروج عن ولي الأمر، والجهاد هو عبارة عن إقحام نفسك في الموت، ولذلك عليكم أن تسمعوا وتطيعوا ولو تأمر عليكم عبد الحبش. يعني تجير الآيات مع الأسف والحليب غير وجهها الصحيح. يعني جميل دكتور، المحور الجاي عندنا وهو محور عن خطبة الجمعة. خطبة الجمعة لها مكانة، يوم الجمعة عموما عند المسلمين له مكانة، وكان يمثل في وقت من الأوقات شيء عظيم بالنسبة للمسلمين، وكان يمثل مصدر رئيسي للوعي ولإرشاد المسلمين ولتنبيههم لقضايا قد يغفل عنها، مو يغفل عنها أو يتعمد إغفالها الإعلام الرسمي أو وسائل الإعلام الرسمية، فيأتي الخطباء ويبينونها للناس. يعني نأخذ مثال الشيخ كشك مثلا، كان يقوم بدور توعوي كبير. أذكر من الأمثلة أيام مذبحة حلبجة، عندما رمى صدام حسين الغاز على أهل حلبجة الأكراد، كان يعني أنا ما أذكر طبعا زين، كان في ذلك الوقت الموقف الرسمي للكويت ولدول الخليج هو الدفاع عن صدام، لكن من المنابر في ذلك الوقت يعني الشيخ أحمد القطان له 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 خطب في قضية حلبجة والتنبيه حمات ومذبحة حمات وصدام حسين. أذكر يعني سمعت حتى خطب لشيخ سليمان بوغيف عن قضية حلبجة في الوقت كانت مغيبة عن الإعلام الرسمي، أو كان يعني يحاولون أن يبعدوا التهمة عن صدام، كان المنبر منبر الجمعة يمارس دور من التوعية. يعني الشيخ كشك أيضا قال بأن صدام حسين سيتعشى في الكويت، بالنسبة لسندويشة راح يتعشى فيه، هذا قبل الغزو. طيب الشيخ كشك تكلم عن القذافي، من أوائل من تكلم عن القذافي، فكانوا يمثلون خطباء الجمعة في ذلك الوقت مصدر للتوعية. راح نشوف تقرير ثم نعود لكي نعلق على هذا المحور وعن دور خطبة الجمعة. أجمعت الأديان السماوية على شعيرة الاجتماع الأسبوعي لأبناء الديانة، فكان للإسلام يوم الجمعة، وقد حظيت شعيرة صلاة الجمعة بأهمية كبرى في الإسلام، فشرعت لها أحكام خاصة بها، فوجب حضور القادر المكلف بها، ومنع البيع وقتها، وأوجب الإنصات لخطيبها.
وقد كان للمنبر الدور الأكبر في التوعية الدينية والاجتماعية في السابق، يوم لم يكن للناس قنوات متعددة للتثقيف، وظهرت لنا نماذج متعددة، كان من بينها تلك النماذج التي اتخذت من المنبر مرتكزا لنشر الفكرة وإظهار الحقيقة. يقول مولانا جل جلاله: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. واليوم يعاني المنبر من مشاكل كثيرة، يعاني من ذلك الخطيب الذي لا يعرف أسلوب الخطابة وترتيب الكلام وفصاحة اللسان، يعاني من تلك الموضوعات التي لا تلامس حاجات الناس الاجتماعية والدينية، يعاني من تلك الخطبة المكتوبة المكررة التي تعاد على الأسماع بلا جديد ولا مفيد، يعاني من ذلك الخطيب المأجور الذي ينوح بما يطلب منه أن ينوح عليه، يعاني من تلك المؤسسة التي لا تحسن اختيار الخطباء ولا تدريبهم. ومما لا شك فيه أن هذا اللقاء الأسبوعي سيكون له بالغ الأثر على المجتمع لو استثمر بشكل سليم يحقق المقصود الأسمى من هذه الشعيرة. بعد مشاهدة هذا التقرير، هل يعاني منبر الجمعة؟ هو في الحقيقة منبر الجمعة كخطيب عندنا خطباء ما يتعب على نفسه أمانة، يعني احنا عندنا نقابة أشرت هذه النقابة في 20/5/2011 العام الماضي، واخذت واقعها مشهرة رسمية وزارة الشؤون هذه النقابة، ولنا تعاون حثيث حقيقة جيد مع وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية للمطالبة والدفاع، وحلقة وصل بيننا وبين وزارة الأوقاف، تمت لقاءاتنا مع وزير الأوقاف، وزراء سابقين، ثلاث وزراء سابقين ما شاء الله، وزراء بسرعة تغيروا عندنا، أربع وكلاء تقريبا التقينا معهم. للأمانة أمانة يعني وزارة الأوقاف في الكويت متجاوبة جدا، لأن اللي ماسكينها شباب جزء مننا، احنا جزء من مجتمعنا، ولا يوجد عندنا حواجز حقيقة لا مع وزير ولا مع وكيل ولا مع غيره. أمانة الأوقاف للأمانة قاعد تبذل جهود كبيرة في تطوير الخطيب، يعني أنت تتكلم على مستوى الإعداد، أنت تتكلم على مستوى إعداد خطبة الجمعة، أنت كخطيب إحنا قاعد نعد لك خطبة كل جمعة نجهز لك ونرسل لك إياها، تشكر الوزارة على أنها لا تلزمك حقيقة، وزارة الأوقاف ما تلزمنا بأي خطبة جمعة، لكن أنا أجهز لك الخطبة، مكتب فني يجهز لك الخطبة. لكن نوعية الخطبة دكتور، يعني الناس تشتكي، لا لا شوف خطب الجمعة غير مواكبة للأحناف أو مجيرة في بعض الأحيان ماشي، لكن في المقابل كونها ما تلزمك معناتها أنت عط نفسك فرصة حضر. يعني احنا نطلب من الخطيب غالبا نقول له يا اخي اذا الوزاره هيئت لك انك كجهه رسميه خطبه وعدت لك اياها بدءا من البدايه الى الدعاء في الختام وقاعد تتعب عليها ومكتب فني، طيب انت اذا ما عجبتك الخطبه هذه انت اتعب شوي على نفسك. فحقيقه الوزاره كاعداد خطبه، كاعداد دورات للخطباء، كمكتب فني قاعد يتعاون خاصه يعني في رمضان قاعد يجيبون قراء ويجيبون مشايخ ويسوون دورات ويقدمون كل ما تحتاجه قاعد يقدمون لك اياه. في المقابل احنا عندنا مشكله مع 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 خطبائنا، اما خطيب عندنا ثلاث اقسام، خطيب احيانا بعيد عن الواقع، العالم صوب وهو بصوب ثاني، لكن يعد اعداد جيد. يعد اعداد جيد لكن يتكلم في مواضيع بعيد عن الواقع، فتلقى احيانا يتكلم عن قضايا اصوليه ولا قضايا فقهيه ولا قضايا في التفسير ولا قضايا في الحديث ولا قضايا في العقيده، ويسهب ويتشعب فيها علميه بحته. هذه القضايا ما تمس الواقع في شيء ولا يلامس الواقع، العالم في ناحيه وهو في وادي اخر. عندنا خطيب اخر لا، خطيب ينزل الواقع، خطيب يعيش مع الناس في واقعهم، خطيب يتعب على نفسه ويحضر، ولذلك الناس يحتاجون إلى هذا الخطيب لأنه هو نوع من المتنفس والمنبر الإعلامي، وكذلك هو في المقابل نوع من التوجيه الديني والشرعي. أنا أبي أعرف الرأي الشرعي في الأحداث مثلا اللي قاعد تقع في سوريا، الأحداث اللي قاعد تقع في كذا، أبي أسمع أنا في الدماء هذا اللي قاعد تسيل، أبي أشوف ليش حكمة الله تأخرت في النصر، وين ألقى هذا خطباء ملامسين الواقع يتعبون أنفسهم موجودين. عندنا خطيب ثالث عاد هذا مفترض يوقف صراحة. في نوع من الخطباء الخطيب التقليدي المسكين اللي ما يتعب ولا يحضر ولا آخره، الخطبة عنده مجرد وظيفة يروح يؤديها بما تيسر، العالم في صوب وهو قاعد يتكلم عن زهد الحسن البصري، العالم يتكلم عن يعني سفيان الثوري. الآن في مواقع الإنترنت فيها خطب جمعة جاهزة، يعني بعض الخطباء يسوي برنت بس على الخطبة ويأخذها ويصعد المنبر مباشرة. فلذلك أنا أقول لك اللوم، لا أستطيع أن أوجه اللوم وأقول لك والله على وزارة، لكن أنا أوجه اللوم خاصة أن الوزارة ما تلزم. يعني تشكر الوزارة عندنا أن أعطتك مجال
يقول لك حضر انت طيب يا اخي واخطب، وانا ما عندي مشكله. واحنا بالنسبه لك خطباء، ترى على فكره خطباء الكويت كلنا عارفين ما يسمى باللوائح الداخليه، كلنا نعرف ميثاق المسجد، قارينا وعارفينه وخذنا فيه دورات ونعرف هذا المسموح وهذا الممنوع وهذا الجوز وهذا ما يجوز. فلذلك انت امش في الاطار العام المسموح لك فيه، ولا احد يمنعك انك انت تنزل الى الواقع، لكن دون ان تسقط كثير من الايات والحديث على جهه، خاصه القضايا السياسيه المختلف فيها. يعني القضايا السياسيه اللي فيها انقسام مجتمعي مثلا، إيه القضايا المتفق عليها المجتمع عشان تبدا الراي انت فيها ما عندك مشكله، لكن القضايا اللي المجتمع جزء معك وجزء مع غيرك ما اجير انا منبري لهذا الجزء ضد الجزء الاخر، وانما اطرحها انا طرحها. طيب بالنسبه للايقاف، يعني انت ذكرت ان نعم في ضوابط، لكن بنفس الوقت كثير من الخطباء في الكويت صارت عندنا موجه لايقاف الخطباء. هل ترى بان مثل هذه الايقافات اللي قاعد تصير مستحقه؟ احنا كان عندنا لقاء قبل ايام مع الاخ عادل فلاح وكيل وزاره الاوقاف جزاه الله خير بونس، ووعدنا على ان هذه الايقافات لن تتكرر باسم النقابه، لان النقابه عملها هو المدافع والمطالب بحقوق الائمه والخطباء، الايقافات لن تتكرر. وطلبنا حقيقه بان يجب ان يعطى الامام والخطيب هيبه، يعني مو معقول انا اخطب في 4000 انسان وصار لي 20 30 سنه انا اخطب ولك مكانتك بتليفون واحد من موظف اداري، والله يا فلان ترى تم ايقافك. طيب ليش السبب؟ والله السبب اما ان ايقاف احترازي، ولا انه والله انت ما رضيت تسجل، ولا احنا حقيقه يجب ان نعطي هذا الانسان مكانته، كما اني انا قاعد اعاقبه يجب اني اكافئه، كما ان هذا الانسان له مكانه في المجتمع، عطني ظهر استدني، انا حافظ ميثاق الوزاره واعرف المسموح من الممنوع، ان وقع مني خطا استدعيني واقعد معي وعطني اشخاص يتناسبون مع شخصيتي، اعتبرني موظف اداري وتعاملي كموظف اداري تناسبون مع شخصيتي، وقعد معي وجهني خذ علي تعهد ان لا يتكرر هذا الخطا مني ورجعني الى ناسي وجمهوري، لا اني انا والله اتعامل معك كموظف اداري مجرد ان صحيفه كتبت عني، ولا مجرد والله واحد من الحضور ما عجبه طرحي راح رفع التليفون على الوزير، وزير على الوكيل، وقف 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 انتهى. لكن احنا في النقابه حقيقه عندنا محامي وقاعد ندفع بهذا الاتجاه على ان لا يوقف اي خطيب وقف احترازي او وقف تأسفي. الان اغلب الخطباء اللي موقفينهم او في الفتره الاخيره على الاقل الثلاثه اربع خطباء وقفوهم توقيف احترازي الى الان، يعني بمجرد تقرير واحد كتب تم ايقافهم ولم يتم التحقيق معهم، وما حتى ما اجتمعت لجنه الوظائف الدينيه حتى بلقائنا الاخير مع الوكيل وعدنا ان شاء الله تعالى، ونتمنى ان ينجز هذا الوعد ان شاء الله ما يقصر، وعدنا باذن الله تعالى ان هذه المرحله نتجاوزها وان نبدا ان شاء الله مرحله قادمه، وهي ان اعاده هيبه الامام والخطيب مره ثانيه، ولا يوجد عندنا شيء اسمه ايقاف احترازي، وانما بالفعل اذا اخطا الامام والخطيب تجاوز عندنا سلسله من العقوبات اللي نص عليها القانون، سواء كان نبدا بالتعهد ولا بالانذار والى اخره. سابقا كان موجود عندنا هذا التعامل الاداري مع مع الخطيب كانه موظف، يرفع التليفون عليه ويوقف 6 شهور او 4 شهور، لا مساءله لا تعهد لا، وانما مجرد ايقاف لارضاء لاطراف اخرى. جيد. هذا ان شاء الله نكون تجاوزنا المرحله. طيب معنا الان مكالمه الشيخ وليد طراد وهو خطيب موقوف اوقف قبل اسبوعين تقريبا. السلام عليكم شيخ وليد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه وخطاك السوء على الايقاف. طول عمرك وحييك وحيي ضيوفك اخوي علي. الله يسلمك، كيف تلقيت خبر الايقاف اول شيء؟ يعني هل ترى بان هذا الايقاف مستحق وان فعلا انت ارتكبت مخالفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، يعني ما كان ودي اني اظهر معك اخوي علي ودكتور طارق بهذا السؤال المزعج اللي يجعل الخاطر يعني يكدر بان الخطيب اللي يعتلي منبر النبي صلى الله عليه وسلم واللي دائما يكون يعني هو شفاء للعليل حق الاخوه المصلين عندنا في كل اسبوع أن يوقف بطريقة لا تمت الحرية ولا تمت الكرامة، بل أقول أكثر من ذلك لا تمت الإنسانية بصلة. أنا واحد من الناس يعني ما عملت أي جرم لكي أوقف، والدكتور طارق يعني يعلم بذلك الأمر، أن الأخوة في الأوقاف طلبوا منا أن نسجل الخطبة وأن نكون يعني مراقبين من الأوقاف كما كنا في الأحد الماضي. الآن الأوقاف يعني ماني قادر اوصف الاوقاف ماذا يكون حالها مع المصلين، بس انا بس احب انبه ان الاوقاف كانت طوال السنوات الماضيه تسجل للخطباء، جاء في عهد الوزير جمال شهاب والغى التسجيل، الان في عهد الوزير المعاشرجي عاد التسجيل مره ثانيه. تفضل دكتور. اي نعم، فاصبح الان الخطيب يعني مراقب بصوره، يعني شيل مسجل حط مسجل، تعال سجل، حتى في طريقه الايقافه طريقه غير انسانيه. انا واحد من الناس اللي اتكلم عن نفسي انا كشيخ ولد طراد، يوم قالوا نبي نسجل لكم قلت انا طلبت شغله، قلت احنا نسجل، هل هذا القرار يلزمنا نحن واخواننا الشيعه؟ هل هذا القرار كلنا تحت مظله الاوقاف؟ كثرت مساجد الشيعه ام قلت؟ يعني نقول جميع دور العباده، نقول جميع دور العباده، التسجيل يكون يشمل جميع دور العباده وليس دور
وليس تمييز في تطبيق هذا القرار. نعم، فقلت أنا طالبت بأن القرار يشملنا ويشملهم، مع العلم بأن أحد المسؤولين الآن هو وكيل مساعد في الأوقاف، ومن كان على رأس الشؤون الفنية جلسوا معي قبل حوالي 4 سنوات وقالوا لي بالنص هذا أن بعثنا حق الأخوة مساجد الشيعة مسجلات لكي يسجلون الخطب، ففوجئنا في اليوم الآخر اليوم الثاني يعني يوم الجمعة أن كل المسجلات قد كسرت، ومن ذاك اليوم لهذا اليوم لم تسجل لهم الأوقاف. يعني أنت اعتراضك شيخ وليد، اعتراضك على أن لا يوجد هناك عدالة في تطبيق القانون وليس في في القانون نفسه يعني أو في القرار نفسه. أنا أقول أن ودنا أن نعامل تحت مظلة واحدة، نسجل حق الجميع أو نترك الجميع. قلت هذا الأمر، صعدت المنبر، خطبت الجمعة، بعد الجمعة جاءني شخص وقال يا شيخ وليد أنا بعثت من الأوقاف لكي أفرغ خطبتك كتابيا. يعني ردينا حق ما ادري اسميها مباحثه اسميها رقابه بهذه الصوره، قلت انت بعثينك الاوقاف؟ قال نعم، الاوقاف بعثوني لكي اسجل خطبتك كتابيا بعد ما سمعوا بانك انت اعلنت في حسابك في تويتر انك انت رافض انك تسجل، ودعوت الخطباء لاتخاذ موقف يجمع عليه الجميع بأن لا تسجيل إلا إذا كان هناك عدل ومساواة بين الجميع وكلنا تحت مظلة الأوقاف. قلت لماذا فعلت؟ قال شيخ أنا هذا أنا عبد مأمور وأنا بعثت من الأوقاف، فكتبت مقال سميته مباحث الأوقاف عادت من جديد. في هذه الحقبة من تولية الأوقاف وما نراه من عنصرية ومن حزبية ومن طائفية، أقولها بملء الفم وعندي من ذلك الأدلة على ذلك. فقام الأخوة من غير استئذان مني من غير أي ما إجراء وقالوا إنك أنت موقوف على الخطابة، لم يجلسوا معي، لم يتصلوا علي، لم يرفع أحدهم السماعة ويتكلم معي، أتكلم على مبدأ التوقيف، مجرد رسالة إنك أنت موقوف من الخطابة. واليوم قبل قليل الآن أنا خارج البلاد، قبل قليل يعني في الصباح يعني عفوا بعثوا لي كتاب أنت موقوف على الخطابة لا تصعد المنبر. أنا أتكلم وأمامك إخواننا في النقابة والأخوة في الأوقاف الآن يستمعون، أقول هل هذه مكانة الخطيب؟ اجلس معي، قول لي ليش ما سجلت؟ ليش يا شيخ وليد أنت الآن تعارض وتمانع أنك ما تسجل؟ قول لي أنت هل عندك أنت غلطت؟ هل أنا الآن أخطأت حينما طالبت بالعدل والمساواة؟ بهذه الصورة الخطيب يوقف؟ إنزين سألتهم سؤال، إلى متى أنا موقف؟ قالوا لا نعلم، الوكيل هو اللي وقفك. إنزين إلى متى؟ شهر، شهرين، 6 شهور، مع العلم أني أوقفت 6 شهور من قبل، ثم أوقفت 4 شهور، ثم أوقفت سنة كاملة. ففي هذه اللحظات أنا دائما بنفس الطريقة، في مرة من المرات أوقفوني بسبب مقالات، أكتب مقالات في الوطن فأوقفوني على مقالات، لم يوقفوني على جرم. بل من المضحك أنهم مرة اجتمعت اللجنة الفنية برئاسة يعني أحد مشايخ بالأوقاف مكتب الشؤون الفنية، السؤال يقول لي شيخ أنت ليش لما تقول في الخطبة عمر لا تقول رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني ثم ضحكت وقلت أنا رضي الله عن عمر، بعدها بيوم واحد كتاب يأتيني أنت موقف 6 شهور. الخطيب الذي يأتي منبر النبي صلى الله عليه وسلم أقولها هذه الأيام يصعد المنبر وإيده على قلبه إنه يتكلم ويزل في كلمة يوقف عليها دون ما مراجعة. الأخوة في النقابة جزاهم الله خير جلسوا وقالوا إن ما يوقف الخطيب حتى يستدعى ويستمع منه، وأنا نموذج أمامكم، لم يستدعوني، لم يخطبوني، لم يكلموني، بل أوقفوني. وأظن بأن ذلك في على ما قالوا يعني في شيء من الغبش في هذا القرار. طيب، لأن ما جرى على وليد اليوم سيجري على غيره من الخطباء، نجل منابر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت هذه من الفم، قلت إذا هذه المنابر لم يعتليها من يقول الحق ولا يداخن ولا يخاف بلا لومة لائم، فلنترك المنابر لغيرنا، نحن لا نستحق صعود المنابر إذا كنا نجامل. شكرا شيخ وليد، شكرا على هذه المداخلة، وإن شاء الله تنحل الأمور. بالمناسبة أنا كلمت وزارة الأوقاف، كنا نتمنى أن يتداخلون معنا في مداخلة، وللأمانة كلمت مكتب الشؤون الفنية وحولوني على مكتب العلاقات العامة، قالوا هم المسؤولين عن ترشيح أحد عشان يطلع معاك أو يعلق على الأقل على الخطباء الموقوفين أو على مكالمة الشيخ وليد. المكتب العلاقات العامة قالوا لي كلم مكتب الوكيل المساعد، كلمت مكتب الوكيل المساعد قالوا لي إن شاء الله راح نحدد لك واحد ونعطيك، عطنا رقم تليفونك، وعطيتهم رقم تليفوني وإلى الآن ما كلموني ولا
فكان يفترض يعني نتمنى أن يكونون يعني على الأقل يبررون وجهة نظرهم. الآن نحن أمام حادثة أو أمام يعني نموذج الدكتور وليد طراد اللي عرفه بميثاق وزارة الأوقاف المعروف والمشهور ميثاق المساجد بأن الإيقاف يكون للتعرض للمؤسسات أو للأشخاص أو للدول. الآن الدكتور وليد الطراد أوقف عن الخطابة لأنه طالب بالعدالة، طيب، ولم يتعرض لمؤسسة ولا لأشخاص ولا لدول. وبنفس الوقت يعني حتى أنا سمعت عن إدارة مساجد حولي على الأقل يصورون تغريدات الخطباء ويدزونها حق مكتب الشؤون الفنية وشوفوا تغريدات الخطباء إيش يقولون. والأوقف عشان مقال، يعني الأمر تجاوز قضية المنبر إلى ملاحقة الخطيب حتى في تويتر وحتى في المقالات. هو في الحقيقة عمل النقابة دكتور، يعني أنا هذا اللي هو إحنا في الحقيقة أكون صادق معك، لا نريد أن ندخل في صدام مع الوزارة أمانة. هو صح الحقوق تنتزع، لكن إلى الآن إحنا قاعدين نشوف الوزارة متجاوبة معنا أمانة. للأمانة لقاءاتنا مع الوزير، لقاءاتنا مع الوكيل، لقاءاتنا مع الوكالة المساعدة قاعد يعيدونها، لكن هذه الخطوات لها حد، لا شك أن لها حد. يعني إحنا لا نريد أن نسلك أي مسلك آخر، لا مسلك تصعيدي ولا مسلك مواجهة ولا مسلك مصادمة ولا مسلك ملاحقة قانونية، لأن إحنا بدورنا كنقابة ينتسب لها أكثر من 130 أو 150 إمام وخطيب خطباء بس عندنا الآن مسجلين معنا في هذه النقابة. مو معقول أني أنا أرتضي وأجلس أتفرج أو أعلق مجرد تعليق بارد على إيقاف خطبانا خطيب بعد الآخر بأساليب إلى حد ما غير قانونية. فإحنا ما يزال حبل الوصال ممدود، ما نزال نتواصل مع الوزارة. وللأمانة يعني رئيس النقابة الأستاذ أحمد الفلاح جزاه الله خير ما قصر بيوسف مشكورا، اتصل على الوكيل بمجرد إيقاف الأستاذ الشيخ وليد طراد وكلم الوكيل في الموضوع هذا، وكلم الوكيل الآخر اللي هو عادل الفلاح، مو بس على إيقافه وإيقاف الدكتور شافي وغيره من المجاميع اللي أوقفت، وكنا نتواصل معهم. للأمانة سابقا أعيد مجموعة من الخطباء مرة ثانية، يعني لما التقينا مع الوزير النومس سابقا كان وزير الأوقاف وقدمنا أسماء أكثر من 15 خطيب كان تم إيقافهم، أعادهم كلهم ووصلنا إلى اتفاق مع الوزير السابق على أنه بالفعل إذا تم إيقاف خطيب يحال إلى التحقيق ويحضر ممثل عن النقابة داخل هذا التحقيق. فقال خلاص يكتمون تعهد على أن يلتزمون بالميثاق، أنا ما عندنا مشكلة نلتزم بالميثاق، ويرجعون مرة ثانية فتم بالفعل إعادة مجموعة. إحنا نتمنى وعندنا وقت حقيقة لا نريد أن نسابق الزمن، نتمنى إن شاء الله خلال الأيام القادمة أن تحل هذه الأمور بالطريقة الودية، لأن إحنا كلنا في بلد واحدة وفي سفينة واحدة، يعني لسنا في حرب نتحارب، هذول في النهاية أخواننا وإحنا عملنا رديف لعمل الوزارة والوزارة قاعد تسندنا. إلى الآن ما دخلنا، ما وصلنا لمرحلة الصدام والنزاع. إيش أتمنى؟ هل تعتقد دكتور يعني أنت باعتبارك نائب رئيس نقابة الأمن والخطباء ما في صراع تيارات على الأقل في هذه القضية؟ شوف أو في الوزارة عموما؟ أنا شوف ولو كمؤسسة دينية أنا ولو قلت إن في صراع ويوجد تصفية حسابات، لو افترضنا هذا تصفية حسابات مع أشخاص إما لتوجهاتهم أو لغيره، لكن أنا أعتقد اليوم وجود الصوت العالي أو الصوت العاقل الصوت المرتفع، يعني أصبحت الأمور لا تدار من تحت الطاولة الآن مثل قبل، والله رفع تليفون دز وخلاص وقفة. الآن أصبحت هناك نقابة تطالب، أصبحت هناك صحافة تكتب، أصبح هناك لقاءات صحفية، أصبحت هناك لقاءات في التلفزيون. أعتقد أن الآن الأمور ليست كالسابق أنها تدار من تحت الطاولة، وأعتقد أنه يوجد في الوزارة من الأخوة المنصفين القادرين إن شاء الله على احتواء هذه المواضيع إن شاء الله. شكرا لك دكتور طارق طواري الأستاذ بكلية الشريعة بعد ما خلصنا ونائب، والله أنا أتمنى ونائب أول شيء نائب رئيس نقابة الأمن والخطباء. أنا كان عندي مؤسسة الفتوى وتكلمنا فيها وتكلمنا عن مؤسسة المنبر، وكان عندي مؤسسة الحسبة، والدكتور طارق له كتاب في هذا الموضوع في الحسبة والمحتسبون في الإسلام، دكتور طارق طواري كتابه، ولكن للأسف الوقت داهمني. في النهاية أقول الإمام محمد عبده رحمه الله حاول أن يصلح في الأزهر، ولكن كثير من جهوده الإصلاحية قوبلت بالرفض والتصدي. لذلك وهو على فراش الموت قال بيتين شعر، قال: ولست أبالي أن يقال محمد أبلى، أي هلك، ولست أبالي أن يقال محمد أبلى أو اكتظت عليه التمائم، ولكن دينا أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم. شكرا لمتابعتكم، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم.